السلام عليكم، اسمي سامح وهي، أخدت الكورس هنا في بيكم أكاديمي. كنت الأول مش أعرف أي حاجة عن الفوركس، يا دوبك بس كده حاجات على الهامش. ما جيت هنا وعرفت كل حاجة، عرفت المؤشرات، أعرف إزاي أعمل أناليسيز، والكورس فادني جدا جدا. طبعا باشمهندس على طول أبديتد بالحاجات وأنا استفدت كتير. شكرا. شكرا.